الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام، وأوضح وكشف لهم الحلال والحرام، ويسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام. أحمده على نعمه العظام، وأشكره على مننه الجسام، وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام، وأسأله الإعانة والتسديد فيما قصدته وأردته، فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام. وأصلي وأسلم على محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على مدى الأيام وتواصل الأعوام. نعم، هذه مقدمة الشرح، وتلحظون أيها الإخوة تناسق فواصل الكلام بما يسمى سجعا، والسجع كما هو معلوم منه محمود ومنه مذموم. أما محموده فهو تناسق الفواصل واتفاقها من غير تكلف لتزيين الحق، وهذا من البلاغة ومما يحمد في الكلام. وقد جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في كلام الصحابة، وجاء في كلام العلماء، فلا عيب فيه في الدعاء، ولا عيب فيه في الخطب، ولا عيب فيه في المحاضرات والكلمات، بل هو محمود وطيب ما دام أنه تناسق واتفاق من غير تكلف، وأن فيه تزيينا للحق وتقريبا له إلى الأسماع. أما السجع المذموم فهو السجع الذي يكون فيه تكلف واجتلاب للكلمات في غير محلها، أو يكون من باب تزيين الباطل، من باب تزيين الباطل. ولذلك يقول العلماء: السجع المذموم إما للتركيب وإما للمضمون. إما للتركيب إذا كان فيه تكلف كما يفعل الكهان، وإما للمضمون إذا كان السجع لتزيين الباطل، لتزيين الباطل. ولذلك يقول العلماء: البلاغة المزينة للباطل مذمومة. ولذلك إذا رأيت رجلا من أهل الباطل بليغا فلا تمدحه، فإن بلاغته مذمومة، لأنه يزين الباطل للناس بهذا اللسان، وهذا مذموم والعياذ بالله. إذن ينبغي أن نعلم هذا أيها الإخوة، حتى لا نخلط بين الأمرين. فإن بعض طلاب العلم إذا سمعوا من عالم أو من خطيب شيئا من السجع الطيب عابوه، وقالوا إنه يسجع، يسجع في كلامه أو يسجع في دعائه أو نحو ذلك، وهذا على إطلاقه غير سديد، بل إذا كان من النوع المحمود فإنه لا حرج فيه، أما إذا كان من النوع المذموم فإنه يجتنب. والشيخ رحمه الله ضمن المقدمة حمدا وشكرا ودعاء مناسبا للمقام، وصلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل هذا، فحمد الله عز وجل وشكره ودعاه وسأله الإعانة، وصلى وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة. نعم، الشيخ ابن سعدي رحمه الله من ألطف الناس تعليما،
ومن أحسنهم تأديبا. وهو رحمه الله مدرسة لمن يريد أن يعلم الناس في أسلوبه، في تعامله مع طلابه، في قربه من طلابه، في قربه من الناس، في حرصه على أن يعلمهم ما ينفعهم في أوجز عبارة. ومن ذلك رحمه الله أنه كان يحرص على القواعد، ففي كل علم يعلمه يطرح على طلابه القواعد المهمة فيه، لأن من ضبط العلم بقواعده انضبط له وسهل عليه. فإن تتبع الجزئيات صعب وضبط الجزئيات صعب، لكن من ضبط الكليات وعرف القواعد سهل عليه أن يفهم العلم وسهل عليه أن يضبط العلم. فالشيخ رحمه الله أملى على طلابه قواعد فقهية مهمة، وهي في الحقيقة مفيدة في الفقه ومفيدة في الحياة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله أثناء شرح القواعد. نعم. قال: فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، غير أنها نعم قال قواعد مهمة وضوابط جمة. القواعد هنا هي القواعد الفقهية، هي القواعد الفقهية. والقاعدة الفقهية عند العلماء حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب. حكم كلي أي أنه يصلح أن يصدر بكل، وما دام أنه كلي فإنه يدخل تحته أفراد يسمى بالجزئيات. حكم كلي يتعرف، يعني يبذل فيه جهد ليعرف الحكم. والعلماء يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. يعني مثلا عندما أقول يعرف غير عندما أقول يتعرف. يعرف يمكن بأدنى سبيل مجرد القراءة، أما إذا قلنا يتعرف فهذه زيادة في المبنى فتقتضي زيادة في المعنى، وهو أن معرفة الحكم تحتاج إلى إعمال ذهن لتربط بين الفرع والقاعدة، لتربط بين الفرع والقاعدة. يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية، حكم المسائل الفقهية المفردة مباشرة، يعني من لفظ القاعدة تأتيني فتقول: يا شيخ، أنا قلت لامرأتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وأنا أنوي طلاقها إن ذهبت. فأقول لك: الأمور بمقاصدها، ما دمت نويت الطلاق فإن ذهبت فإنها تطلق. قلت لي: يا شيخ، أنا قلت لامرأتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وأنا لا أريد طلاقها وإنما أريد منعها. فأقول لك: الأمور بمقاصدها. من نفس القاعدة نعرف الحكم، ما دمت قصدت المنع فهذا يمين، لأن المقصود منه هو المقصود من اليمين، فإذا ذهبت فإنك تكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. في أكثر من باب، أي أن القواعد الفقهية لا تختص بباب واحد وإنما تدخل أبوابا كثيرة. وأما الضوابط فالضابط عند الفقهاء يخصه بعض أهل العلم بباب واحد، فيقول هو حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية في باب،
في باب، مثل أن أقول الأصل في الأواني الطهارة، الأصل في الأواني الطهارة، يقولون هذا ضابط. لما؟ لأنه خاص بباب الطهارة، خاص بباب الأواني، خاص بباب الأواني، فهو ضابط. وبعض أهل العلم يقولون الضوابط مثل القواعد، غير أنها أقل درجة، يعني أن الضوابط تدخل أبوابا متعددة ولكنها أقل درجة من القواعد. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ يريده، أن الشيخ يريده، يعني القواعد المذكورة على قسمين: قواعد مهمة وقواعد دونها في الأهمية، دونها في الأهمية، وسماها ضوابط. نعم. قال: فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها وتكشفها، فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فاستعنت الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها، وسألت الله الكريم أن يعين عليه وييسره، ولا حول ولا قوة إلا بالله.